السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جايين في تحدي جديد. تحدي ايه بقى؟ تحدي هنعمل ورقة نختار ملك واسنان. ملك واسنان اللي هيطلع معايا ورقة تختاره تطلع معايا، والسلسلة تختار الورقة التانية تطلع معايا شكل. شد ورقة من دي، خد ورقة من دي الأول. واحدة الحدا بترميها. مع مين؟ معايا الورقة التانية اكيد يعني اسنان. خلاص انتوا كده زي ما يكون متظبطين، دي قاعدة جنب دي وانتي قاعدة جنبك. يلا يا شاهد خد الورقة عشان بصي احطها على راسك فاكرين ان حاجة غالية عليك يا معلم. ليه ده بتاكل زي الوحش؟ اه انت مش شبهت خيمة ازاي؟ خد ازاي اهلك يلا نبتدي. ريد ستدي جو. بص انا عايزك تنسيش، ما تخليش تخلع عارف التحدي ولا ايه؟ ثلاثة على اثنين حرام، ما ينفعش ده. بس المعلقة اكلك منين يا بطة؟ اكلك منين؟ اكل كده عايزين نخلص قبلهم. الحكم ايه؟ بتاكلوا طول الحكم ايه؟ الحكم ايه؟ مش الدرجة دي يعني. مش عارفة شيء يعني. مين اللي هيكسب يا اسنان؟ انا. طب ما اشوف. والله انا هاكلك كل الحشة دي. كل. هنكسبك يا دي. Thank you.
انا لسه هبلع. وريني يا سلسي يا سنه هتعملي ايه. لا احنا اللي كتبنا ده لك هي كلها معلقه. حاضر حاضر حاضر. بس احنا كسبنا. انا خلصت يا بنت كلها مخلصه بطبق الشوربه. احنا كسبنا. كمليهم سبتهم ليه؟ لا يا سيف مش كده. كده يا جماعه في فريق قرب يخلص وفريق لسه. احنا باين عليهم هيقع عليهم العقاب زي كل يوم. كده بقى العكاف هيروح لشهد وسنين. بس البيبس. ها؟ بس البيبس. الله. لا بس البيبس. لا من غير كله. 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 لا كله. كله. ماشي عينينا. احنا خلصنا يا تاني. وريني. بصوا بقى يا جماعه احنا هنعمل ايه؟ هي قاعد بقصه البيبس. هنرفع قصه البيبس اللي هينزل. بصوا بقى يا جماعه. احنا نعمل ايه؟ هي قد بزازة بيبس. احنا نرفع بزازة بيبس كده. اللي هينزلها قبل التاني من غير ما يخلصها يبقى هو خسران. التاني هيكون كسبان. يلا يلا تعالي امك بس يلا براحة استني فين بتافه مين بس استني يلا يلا بريلي ليه طب ما انا هقول عليها من كده وخلاص خلاصي اهم حاجة جاوبي دلوقتي يا جماعة نلبس لهم العقاب ويلا عدري دلوقتي اصلا العكاف بقى على مين؟ على شهد يا سلام.